إلى 2.5 متر تقريبا، كما أن حدة نظرهم القوية جدا تسمح لهم بتحديد موقع فريستهم والهجوم عليها من مسافة بعيدة تصل إلى عدة كيلومترات. عندما تجد النسور فريستها تهجم عليها من الأعلى بسرعة كبيرة جدا لدرجة أن الفريسة لا تدرك حتى ما يحدث لها. يشتمل النظام الغذائي للنسور على الأرانب والقوارض والثعابين وبعض النسور وعلى اصطياد بعض الأسماك أيضا، ولكن أحيانا تختار النسور فريسة غريبة وغير معتادة على الإطلاق. اليوم في أعرف سنشاهد معا 7 لقطات لعملية صيد النسور تم التقاطهم بالكاميرا. هيا بنا نبدأ في قائمتنا. 1- يتربع الإنسان في أعلى قمة السلسلة الغذائية، فهو الذي خلق الحضارة والتقدم، وقريبا سيغزو الإنسان الفضاء، فلا أعتقد أن هناك شيئا يمكنه التغلب علينا أو مهاجمتنا سوى هذا النسر الموجود أمامكم. بالنسبة للنسر، يعد هذا الطفل الصغير مجرد ثعبان يمثل فريسة له يريد أن يصطادها ليتناول وجبته الغذائية. في 6 من يوليو في العام الماضي هجم نسر ذهبي على فتاة يبلغ عمرها 8 سنوات. لكي لا نظلم النسر كثيرا دعونا نقول أن الفتاة مخطئة، أو أبويها هم المخطئون إذا صح التعبير، لأنهم جعلوها تقف وحدها في منتصف الصحراء بعيدا عن الناس، وهذا ما جعل النسر يظن أنها مجرد ثعبان. ولكنها سرعان ما حاولت الركض وأصيبت بجروح وخدوش بسيطة في وجهها. أعتقد أن هذه الفتاة حتى اليوم وإلى حين أن تكبر ستظل خائفة من النسور كفوبيا لها في حياتها. 2- على الرغم من الحقيقة التي تدعي بأن النسور يعتبر آلة قتل حقيقية، تسعى وراء اصطياد الفريسة بشكل مخيف وسريع جدا، فهم أيضا لا يمانعون اصطياد الأهداف السهلة والمتاحة أمامهم، فلماذا تضطر إلى الاصطياد في الوقت الذي من الممكن فيه أن تلتهم صيد حيوان آخر؟ وهذا ما قرر النسر أن يفعله، وأن يأخذ الأرنب الذي اصطاده الثعلب ليأكله، فهجم النسر على الأرض وأخذه بدمه وبدأ يحلق للأعلى، ولكن الثعلب لم يتخلى عن صيده وظل متمسكا بها وطار مع النسر حتى وقع على الأرض، ولكن بعد أن نجح في الحفاظ على وجبة غذائه وحمايتها من النسر. 3- تستخدم القبائل البدوية بمنتصف آسيا النسور منذ زمن بعيد في الصيد. ترجع بداية استخدام هذه الحيلة في الصيد إلى القرن 14 ميلاديا، ويبدو أنها حيلة فعالة جدا لدرجة أننا أصبحنا في القرن 21 وما زال حتى الآن هناك قبائل بدوية تستخدم النسور في الصيد. ولكن في يومنا هذا أصبحت عملية الصيد بالنسور وسيلة للترفيه بدلا من أن تكون وسيلة للبقاء على قيد الحياة. وقبل أن يتم استخدام النسر في أي غرض معين يجب أن يخضع إلى فترة تدريبية طويلة، وبالرغم من ذلك أحيانا تفشل فترة تدريبه ولا يتمكن أحد من ترويضه. على سبيل المثال هذه الفتاة من المفترض أنها كانت قد روضت هذا النسر على أن يصطاد الأرنب الموجود بجانبها، ولكنه على الأغلب قد أعجب برائحتها أكثر وبدأ يهجم عليها هي نفسها. 4- يبدو هذا النسر جريئا جدا لدرجة أنه قرر أن يهجم على أحد الماعز ويطير بها في الجو. في الحقيقة ليس من الطبيعي أن تهجم الطيور على حيوانات أكبر منها في الحجم، ولكن أحيانا يمتلك النسر استراتيجية خاصة به تجعله يأخذ الماعز إلى منحدر الجبل ليجعل الجاذبية تقوم بدورها وتنهي على الماعز ليتناولها هو كوجبة شهية له. ففي هذه المرة لم يفلح الأمر، إذ أن الماعز حاولت أن تقاوم وتفر من أرجل النسر وتضغط عليه بسبب وزنها الزائد، وبالفعل تمكنت من الهرب منه. 5- تعتبر النسور والصقور طيور مختلفة عن بعضهما تماما، ولكنهما يمتلكان نفس المظهر الحاد والقاسي والقدرة البصرية والجسدية القوية التي بإمكانها أن تخيف أي أحد. كان هذا الرجل يفكر في عمله بداخل مخزنه عندما استمع إلى ضوضاء تأتي من الخارج، فخرج ليعرف ما يحدث وقرر أن يصور ما يحدث بكاميرا هاتفه.
يبدو أن هذا الصقر لا يدرك حقيقة أن الذئب أكبر منه في الحجم بكثير، إذ أنه قام بمهاجمته بكل ثقة، وأظن أنه أصاب الذئب بأسنانه وأقدامه. 6. يثبت هذا المقطع التالي أن الصقور تعتبر طيورا جريئة جدا، إذ أنها بمجرد أن تجد شيئا يبدو لها كطعاما لذيذا أو فريسة يمكن الحصول عليها، تحاول أن تهجم عليها مهما كان حجم هذه الفريسة. ومن المؤكد أنها لا تهتم ما إذا كان هذا الحيوان ملكا لأحد أو الحيوان المحبب لأحد أم لا، فهي تبحث عن طعامها فقط. في هذا المقطع ستجد أن الصقر حاول الهجوم على كلب أليف ملكا لأحد، وعلى الرغم من أنه ليس كلبا ضخما أو قويا مثل البولدوغ، إلا أنه محبب جدا عند صاحبه، وبالفعل كاد أن يؤذى لولا أن صاحب الكلب أتى وحاول مهاجمة الصقر حتى يبتعد عن كلبه. وبعد أن ابتعد الصقر عن الكلب وجد صاحبه أنه أصيب بخدوش بسيطة نتيجة لقدم الصقر. 7. في بداية هذا الفيديو ذكرنا أن النسور قادرة على استيغاض بعض الأسماك من الماء أيضا، أليس كذلك؟ تمكن نسر بالفعل من الهجوم على تمساح رضيع والتقاطه من جانب أمه سريعا والتهامه. قد يظن البعض أن الأمر غير حقيقي ومزيف، ولكن عندما نعلم أنه هجم على التمساح بسرعة 280 كيلومتر في الساعة، ستدرك أن أنثى التمساح لم يتسنى لها الوقت لتدافع عن ابنها الرضيع من الأساس. مما شاهدناه سويا بدأ لنا الآن أن النسور ليست طيورا لطيفة كما ظننا، لذا إذا كنت تتواجد بمكان يحوم حوله النسور فاعتني واحرص على أطفالك الصغار وحيواناتك الأليفة.